بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقة اليوم مجيء الله تعالى عن طريقة قفل تطبيقات الهاتف باسورد بدون برامج من خلال الإعدادات. يعني لو حضرتك أو حضرتك عايز تحافظ على خصوصيتك من أي حد متطفل بيمسك الهاتف الخاص بيك وبيدخل على تطبيقاتك زي الواتساب أو الماسنجر أو الانستغرام أو الفيسبوك أو غيرها أو أي تطبيقات أخرى أو ألعاب على الهاتف، فمن خلال مشاهدة هذا الفيديو من خلال إعدادات الهاتف فقط يمكن إنشاء باسورد واحد لكل التطبيقات التي تحددها بنفسك. هنروح على الإعدادات، ومن الإعدادات هنروح على الحماية والخصوصية، وبعد الدخول على الحماية والخصوصية هنروح قفل التطبيقات. هنضغط عليها، هنا بقول لي استخدم قفل للتطبيقات لحماية خصوصيتك ومنع الآخرين من الوصول إلى تطبيقاتك دون إذنك. سيتم المطالبة بإدخال كلمة مرور عند فتح أي تطبيق تم قفله باستخدام هذه الميزة. هيضغط هنا على تشغيل، هنا فتح قفل التطبيقات باستخدام كلمة مرور شاشة القفل، يعني هتخلي نفس كلمة مرور شاشة القفل اللي انت عاملها تستخدمها للدخول للتطبيقات، ولا عاوز تعمل رقم دخول مخصص فنخليها رقم دخول مخصص. هنكمل الجزء الجاي من الخطوات بتصوير بالكاميرا، لان اثناء ادخال الباسورد وعمل اعدادات الباسورد للدخول على التطبيقات برنامج تصوير شاشة الموبايل بتوقف ما بيصورش الجزء الخاص بادخال الباسورد، فهنصور الجزء اللي جاي ده بالكاميرا. هتدخل رقم المرور او الباسورد، بعدين إعادة تعيين الباسورد، هندخل الباسورد مرة تانية. هنا في سؤال الأمان، بحيث إن أنت لو نسيت الباسورد من خلال سؤال الأمان ده لما تجاوب عليه يرجع لك الباسورد. هنا السؤال واقف على ما يسمع بيك، فلو أنت عاوز تغير السؤال بتخش من هنا كده بتلاقي فيه أسئلة تانية، فتختار أي سؤال من الأسئلة دي. لو أنت عاوز تضيف سؤال لنفسك فممكن تضيف سؤال، لو هتجاوب على سؤال من الأسئلة دي كده وبعدين تجاوب عليه وبعدين نضغط على إنهاء. وهنا بيقول لي هل تريد استخدام ميزة التعرف على الوجه للوصول سريعا؟ يعني لو أنت عاوز التطبيقات تتفتح من خلال التعرف على الوجه فبتضغط على موافق. في الحالة دي بمجرد ما بتبص على الكاميرا بتاعت الجهاز بيفتح التطبيق، لكن في حالة عدم التعرف تحتاج ان انت تدخل الباسورد اللي احنا لسه عاملينه. فلو انت موافق هتضغط على موافق، لو انت مش عاوز ميزة التعرف على الوجه بتضغط على الغاء، فانا هضغط على موافق وهتفتح معانا التطبيقات الموجودة على الجهاز. فهنختار التطبيقات اللي احنا عاوزين نقفلها بالباسورد، وبعد انتهاء من تحديد التطبيقات اللي احنا هنقفلها بالباسورد كده في اي مرة تحاول تدخل على احد هذه التطبيقات هيتطلب منك الباسورد، فهندخل الباسورد وهيفتح معانا التطبيق. وبكده يكون انا حميت التطبيقات الموجودة عندي على الجهاز، محدش يقدر يدخل عليها الا من خلال الباسورد او من خلال التعرف على الوجه. كده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.